مشاهدين اصدقاء المتابعين محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان هنا وفي اطار بطولة اس تي لموسم 2023 ومنافسات اليوم الثالث امامنا هنا ولقاء مصيري طبعا لقاء الاشقاء الذي يجمع ما بين فريق جرم الاكاديمي وفريق جرم الاكاديمي تو هنا داخل ارضية الملعب هنا ضمن فعاليات اليوم الثالث وتحديد الواصل والذي سيعبر من هذا الدور الى تكملة هذه البطولة. دعونا اصدقائي نمر بقى الى اولى مفردات هذا اللقاء الا وهي تشكيلة الفريقين بالنسبة بقى لجرم الاكاديمي وان بالتيشيرتات الصفراء يمثله كل من الحارس ياسين خليل حارس المرمى الدابو بقى اللاعب احمد سمير اللاعب فاروق ومحمد وائل ويحيى وائل وايضا بقى اللاعب عنوة وكمان اللاعب مينا وباولو عقباوي ورضا ومهوني وكلاني هم دول تشكيلة وعناصر فريق جرم الاكاديمي وان بالتيشيرتات الصفراء على اليمين اما على اليسار وعلى الوجه المعاكس جرم الاكاديمي تو والتي تتمثل في كل من احمد خالد حارس المرمى الدعم ادم جمال والسيمو مولر ياسين شاكر وكريم حسين وايضا اللاعب بقى كريم حليم وعمر مجدي ومحمد خليل وايضا بقى ادم بشير وامين هم دول الاسماء التي ستخوض احداث هذه المباراه بالجانب بقى جرم الاكاديمي تو يدير هذا اللقاء تحكيميا كل من حكم الساحه الكابتن محمود خلف ثم يعود ايضا كل من بقى كابتن عبد العاطي مساعد الاول ثم مساعد الثاني بقى كابتن فتحي من الاداره التحكيميه لهذه المباراه. مباراه بقول لحضراتكم هي مباراه مصيريه لكلا الفريقين اذا الكل بقى ينسى الشعارات وينسى الاخوه اللي موجوده ما بين الفريقين ليس هناك حل سوى الفوز والانتصار بين يعني اعين الفرقتين. ادي كوره وتسديده قويه اول انذار واول تهديد فهم رسمي على مرمى جرم الاكاديمي تو ولكن بقى تمر وترتطم ومعها كمان حارس المرمى والقرار من حكم اللقاء والاشاره بوجود ضربه ركنيه هي الضربه الركنيه الاولى في احداث هذا المباراه في احداث هذه المباراه. هذه الضربه الركنيه بالطرف الشمال رايح لها بقى لاعب بيلعب بالقدم اليمنى علشان تحمل السويرفه وتتجه نحو المرمى العرض. خلي بالك اللي بيقول ده برضه الصوت بس هو اللي مؤرق ما ملحقش الكوره بتاعته. بالجانب الصحيح الخميس رقم 30 باولو ترجع المره في ناس بقى انت مش ادي بقى اللعبه على الاطراف راحت عند باولو ولكن بقى من قدامه الدفاع عن طريق اللاعب صاحب القميص رقم 14 ادم بشير تلقى المره دي بالجانب الايمن هنا بالجانب بقى لاعب جرم الاكاديمي تو مولر لاعب بقى طبعا المنتخب الالماني لاعب بايرن ميونخ اللي ترك المانيا وجاب علشان ينافس هنا مع فريق جرم الاكاديمي تو بالتيشيرتات الخضراء طبعا مولر اللاعب الشهير واللاعب كره القدم بقى لاعب الحقيقه بقى المعروف عند لدى الكره الالمانيه ولدى المنتخب الالماني كره وانطلاقه المره لصالح جرم الاكاديمي وان حد في نص الملعب بقول لحضراتكم هو لقاء الاشقاء ولكن النهارده ما فيش اشقاء ما حدش يعرف اخوه النهارده في الملعب حدش يعرف اخوه النهارده في الملعب هي مباراه لابد من الحصول او الحصول على الثلاث نقاط لابد من تحقيق فوز وانتصار اخضر كان اصفر كان دعونا نتابع ما ستصل اليه المباراه ودعونا نتابع ما سيحدث من خلال 40 دقيقه في احداث هذه المباراه منقسمه على شوطين شوط اول 20 دقيقه وشوط ايضا 20 دقيقه ناهيك عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع. هذا على طول حكم اللقاء كابتن محمود خلف القريب جدا من كل كوره وكل لمحه وكل لمسه علشان كده بقى بيدي نسبه القرار او بيحتسب القرار اللي بيكون بقى بنسبه كبيره اقرب للصحيح لانه قريب من الكوره لكن في رايه هنا من المساعد الثاني كابتن فتحي رفع الرايه وادى الاوفسايد على فريق جرم الاكاديمي تو اللي كان عنده الفرصه في الوقت الماضيه ولكن اخيرا بقى يعني او رفعت الرايه هنا من قبل المساعد معلنا عن وجود حاله تسلل على فريق جرم الاكاديمي تو. كوره العاليه الاستلام المره دي بقى بالجانب رضا شفناه في اللقاء الماضي سلسله مهارات
سلسله من هنا واديتني واحد من النجوم المميزين في تشكيلته يعني جيرمان اكاديمي. خلينا نتفق ان جيرمان اكاديمي الاصفر هيكون جيرمان اكاديمي فقط، بينما جيرمان اكاديمي الاخضر هيكون جيرمان اكاديمي 2. علشان اللي يسمع الاسم يعني لا تختلط عليه الامور، وخلينا نكون متفقين من البدايه، واللي اوله شرط مظبوط اخره نور. هذه المره الرايه مرفوعه وتسحبها هيدر الصفاره وقرار بوجود خطر دانجرز الليل لعبه خطر على فريق جيرمان اكاديمي. لاحظ المره دي الشمال بقى جيرمان اكاديمي اللون الاخضر، اللون الاخضر هتبقى نقطه الضوء الاخضر في هذه المباراه ويفوز وسيقوم بقى الاسمر الجبلي الصخر الاصفر اللي النهارده بقى قادر على تخطيط نزل جنب كده او كده وتكسير الارقام والوصول من خلال هذه المباراه الى الدور القادم. الى الدور القادم هذه المره باولو على اسم باس حسام باولو، واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من لاعبين نادي الزمالك السابقين واللي له اسم وباع كبير في تاريخ الكره المصريه. عندنا مولر وعندنا باولو وعندنا يعني كلالي، اسماء كبيره على سبيل بقى اللاعبين يعني الكبار، لكن نتمنى ان يكون الاداء على مستوى هؤلاء اللاعبين. هذه الكوره براد العرضيه باتجاه بقى صاحب القميص رقم 8 محمد وائل، لكن المباراه دي راحت في اقصى الزاويه الشمال علشان تكون هادئه لصالح يعني جيرمان اكاديمي. هذه حكم اللقاء اداله بقى الامر بتكمله الفرصه، ما فيش اي اخطاء عاليه فوق، ولكن برافو برافو بقى فاروق متمركز في الكوره الماضيه وتطلعه عكس الهجوم. الكاونتر اتاك اللي بيقدمه بقى جيرمان اكاديمي، يا ولد حط الكوره حلوه قوي باتجاه رضا، ورضا في اليمين وجمله حلوه، باولو جول باولو جول جول، ولكن برافو 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 احمد خالد. احمد خالد ينقص، احمد خالد يبعد اول فرصه ما بين الثلاث خشبات والتسديده الاولى ما بين الثلاث خشبات هنا من جانب جيرمان اكاديمي، ولكن بقى احمد خالد صاحي 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 ويطلع الكوره اللي فاتت عكس الهجوم. ايضا الاتاك اللي بيقدمه جيرمان اكاديمي 2 عن طريق مولر 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 عدى وفات وانطلق وفتح مسافات، لسه الرقابه لسه مفروض عليه رقابه شديده جدا من جيرمان اكاديمي والعرضيه الارضيه والتسديده تختطف تغير اتجاهها، ولكن بقى في احضان الاخطبوط ياسين ياسين زويل او ياسين خليل زويل ايه؟ ياسين خليل رحمه الله بقى على عالمنا الكبير احمد زويل، وان كانت هذه الهفوه بقى يعني كانت سببا في ان نذكر هذا الاسم الكبير الدكتور والعالم الراحل دكتور احمد زويل عليه رحمه الله، واحد من اعمده او واحد من العلماء التاريخيين على مستوى جمهوريه مصر العربيه وعلى مستوى العالم كله. ركله ركليه من الجانب الايمن لصالح جيرمان اكاديمي، هتتنفذ ازاي؟ رايح لها بقى لاعب بالقدم اليسرى اكيد حفظته لي علشان الكوره تروح باتجاه المرمى، القدم الشمال العرضيه الارضيه، ولكن بقى ده ما راحتش باتجاه المرمى، دي راحت خارج المرمى تماما في الشباك الصغيره او في الشباك الوهميه والى ضربه المرمى في هذه المباراه. اجواء رائعه، شوف بقى غروب الشمس والمناظر الطبيعيه، صور تاخد منها او يعني الحقيقه اجواء تاخد منها اجمل صوره لتكون اجمل ذكرى هنا لهذه البطوله، بطوله اس اس تي التي تطل علينا هنا بقى من اوتيل كونكورد الذي يستضيف هذه البطوله، واللي الحقيقه بقى بنوجه لهم هنا من كابينه التعليق كامل الاحترام والتقدير للناحيه التنظيميه والناحيه التامينيه واداره اوتيل كونكورد. السلام هنا الحقيقه لهم منا كامل الاحترام والتقدير. هذه كوره قوية جدا المرة دي، ولكن ايضا احمد خالد بالمرصاد، احمد خالد بالمرصاد، شوف بقى تاني مرة وتاني اختبار، الاختبار الاول نجح فيه، الاختبار الثاني ايضا ينجح فيه حارس المرمى، الحارس احمد خالد، هل تكون التالتة ثابتة لاحمد خالد؟ نشوف، لكن يظل حتى الان واقف حتما يعني حائلا مليعا دون تسجيل اهداف من قبل بقى جيرمان اكاديمي باللون الاصفر اللي بيقدم حتى الان مباراة جيدة على المستوى الهجومي وعلى المستوى التكتيكي وعلى مستوى الفني والاداء. هذه المرة استلام من الجانب الايمن، البحث بقى على الكورسات العرضية الارضية وباولو، التالتة مش ثابتة، التالتة مش ثابتة، للمرة التالتة على التوالي يتألق فيها حارس المرمى، يتألق فيها حارس المرمى احمد خالد بعد عرضية من الجانب الايمن، وكان موجود بقى في صلب الهجوم
المره دي اللاعب باولو اللي بيتحول في راس حربه في بعض الاحيان اللي هو اللي بيكون موجود في معظم الاحيان في الجناح الايسر. المره دي الثلاثه وسط الملعب السرعه السرعه اوه التدخل، لكن المره دي راح التدخلات البدنيه وايضا بقى العامل البدني اللي هيكون ليه عامل كبير جدا وهيكون عليه النهارده عبء كبير جدا للعامل البدني من اللي هيقدر يكمل. لكن خلينا مع العرضيه الارضيه المره دي من جانب بقى اللاعب رضا، ولكن الكره لم تخش الكره لم تخش. اجواء مميزه بطوله حتى الان ناجحه بكل المقاييس وعلى كل المستويات والاصعده، مستمتعين مبسوطين فرحانين بهذا الاداء وبهذه الاسماء وبهذه بقى البطوله الكبيره التي ولدت كبيره وكبيره خطيره. اوه واو عدت بجوار القائم الايسر والى ضربه مرمى، بردا وسلاما على حارس المرمى احمد خالد وبردا وسلاما على جيرمان اكاديمي 2. ضربه المرمى كوره العاليه هنا جايه يعني باتجاه كابينه التعليق، لكن التمر المره دي جنب الشمال باتجاه بقى باولو حط في الشمال حلو قوي على طريق صاحب الخبيث رقم ثلاثه المميز اللي بيقدم الحقيقه بقى اداء مميز على مستوى الاداء وعلى مستوى الجبهه الشمال بالمساعده بقى مع باولو صاحب الخبيث رقم ثلاثه. يا ولد يا ولد يا ولد انطلاقه انفراد كره جول كره جول كره جول ضاعت بقى على صاحب الخبيث رقم 11 عمر مجدي. عمر مجد بعد ما انطلق وراح وفتح على الخيار الرابع، لكن في الاخير بقى الحقيقه ملمش الدبرياش وراحت فوق العارضه الى خارج الملعب والى ركله الملعب. هذا الاستلام المره دي هنا بقى من جانب احمد سمير. احمد سمير عدى وفات وانطلق سمير سمير لسه لسه، ولكن بقى القطر عليه والقطره زي ما انتم عارفين تجري بالشجاعه وبالتالي اتقطعت من عناصر جيرمان اكاديمي 2 وفي الاخير وصلت الى ركله او رميه ركله التماس بنقولها في الملعب السوري او الخماسي، بينما هنا في الملعب بقى الاساسي والشرع والرسمي اليوم شفنا بقى النهارده الحديث في المباريات التي انطلقت واندلعت منذ السابعه صباحا بتوقيت قدس الله وبالتوفيق والسلام هنا شرم الشيخ. شفنا منافسات بطوله ارض ال 14 ثم ايضا منافسات بطوله البلد ثم نختتم بقى هنا ببطوله يعني 16 سنه المميزه على ارضيه الملعب، وان شاء الله نكون مسك الختام لاجمل يوم واليوم الثالث على التوالي. اليوم الثالث على التوالي بدل ان شاء الله ستكون بقى الحفله الختاميه والعرس النهائي ونهايه العرس والكرنفال هنا في ارضيه الملعب. ان شاء الله ستقام بقى المباريات النهائيه والختاميه وستكون مباريات جري الثمار ومباريات التتويج. هذا الاستلام هنا من الجانب المميز بقى مهوني، ادي مهوني هات وخد باسم على طول مع اللاعب رضا. مهوني حطها المره دي على طريق سمير، استلام حلو قوي من على حدود منطقه وسط الملعب والانطلاقه واللعب في مساحه في الشمال، استلام حلو قوي والعرضيه لسه 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 تسديدها لكن مرت الى ضربه ركنيه. لا تزال النتيجه لكل من يحضر بنا الان بقى نذكر بالنتيجه، هي نتيجه سلبيه ما بين الفريقين. اللي كان بقى في بريك اللي كان يحكي كده بيشرب فنجان القهوه بتاعه ولسه حاضر الى ارضيه الملعب نذكر بنتيجه اللقاء الا وهي النتيجه السلبيه ما بين الفريقين. هذه الضربه الركنيه العاليه فوق ضربه الرابط فوق هو سمير هو احمد سمير سمير يطير ويطلع كابتن ليه ويسجل هدف في السليم. سمير يسجل اول اهداف في اللقاء علشان يتقدم جيرمان اكاديمي بعرضيه من وراسيه استثنائيه ونهائيه دراماتيكيه لهذه الركنيه وعلى طول بقى هدف اول هدف قاتل فك الشفرات فك الشفرات لحارس المرمى احمد خالد اللي اخيرا يسجل في مرماه بعد سلسله من التصديات وسلسله من يعني الكرات التي انقذها من تحت الثلاث خشبات. هذه اتت بقى الكرات الثابته واستثمار الكرات الثابته والكرات العرضيه ثم راسيه بقى بتدور ايه؟ ده بتدور الرابع ده الراجل طلع في البلكونه وحطها ضربه راس صعبه على كل الحراس علشان بقى تصبح الهدف الاول. هدف اول يشعل المباراه، هدف اول يغير وضع اللقاء، ودايما بنقول المباراه قبل الهدف حماده
وبعد الهدف حماده تاني خالص، حماده تاني خالص. هتبتدي بقى تشوف 15، هتبتدي تشوف بقى الطموحات لدى الفرقتين والرغبات في التسجيل. لذلك بقى الهدف هيحول شكل المباراه وهيغير طعم ولون وريحه هذا اللقاء. ايوه المباريات ليها ريحه، ايوه المباريات ليها ريحه. تيجي كده من بره يعني تشوف الماتش هادي، تعرف الماتش ايه. في هذه اللقطه تاتي تطالب في الشوط الاول لهذا اللقاء صراحة كثيرة أصدقائي، ثم نعود مع أحداث الشوط التالي. كونوا بانتظار. يا ابن المخرج بيقول لك الشمس راحت. هو ما بيحبش يكمل يا محمود، ما بيحبش يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، اصدقائي المشاهدين، عوده مجددا لاحداث الشوط الثاني هنا في لقاء الاشقاء، لقاء يجمع ما بين جيرمان اكاديمي وجيرمان اكاديمي توب. هنا اللقاء الذي انتهى في الشوط الاول حقيقه بقى بنتيجه تقدم بهدف مقابل لا شيء. الهدف اتى بقى عن طريق ضربه ركنيه، وقدر بقى اللاعب احمد سمير اللي هو يلتقي فوق الكل ويسجل من خلال هذه الرصيه الهدف الوحيد في المباراه، والهدف الذي سيعطينا شكل خاص بالنسبه بقى لاحداث الشوط الثاني. احمد سمير سيبو هو اللي سجل في الشوط الاول، وهذه كوره ثانيه، ولكن القائم الايمن المراه يخرجها ويبعدها بعد ما كانت بقى قريبه للتسجيل. هذه المره دي اللمسه في الشمال هنا لجنب الاكاديمي، الكره العاليه باللاعب بقى مولر، واحد في وسط الملعب، ادي الاستلام هنا بالجانب بقى المميز اللاعب رضا، رضا يحطها في الشمال، تروح المره دي لرضا مره ثانيه، رضا 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 رضا، لكن بقى الكوره تمر الى خارج ارضيه الملعب بجوار القائم الايسر لحارس المرمى الحارس احمد خالد. كنت شايف يعني رضا بيعتذر، لكن على كل حال لازم تجرب حظك، مفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن اللاعب يعني لازم يكون عنده القرار، ولازم يكون عنده الشخصية اللي تخليه إن هو يسدد من بعيد. يعني وضعك يسمح وأنت واثق من نفسك، مفيش مشكلة إن أنت تسدد أبدا. بصراحة بصراحة بقى يعني واثق إن هو خلي باله من الكورة، الكورة اللي فاتت بقى رضا، ولكن كورته مرت بجوار القائم الأيسر وخرجت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة تحتاج إلى الكثير من الجهد، إلى الكثير من العمل، إلى الكثير من التضحيات علشان تقدر تفوز بأحداث هذه المباراة وتصل إلى يعني الدور القادم من هذه البطولة اللي هم حضراتكم قدم بمشيئة الرحمن. في حد في مصر مسك الختام ومسك الختام اللقاءات النهائية والختامية لهذه لمسة المرة جنب الشمال، ومحاولة جديدة وفرصة جديدة وتسديدة جديدة، ولكن الدفاع بالمرصاد، التكتلات الخرسانية الموجودة في خط الدفاع يعني يبعدوا الكورة ويخرجوها إلى خارج الملعب، وإلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر لصالح جيرمان. حتى الآن 1-0. هل الشوط الثاني يشهد الهدف الثاني بالجانب جنب الاكاديمي، او هنشوف هدف التعادل بالجنب التو؟ هنشوف ونتابع. هذه الكره العاليه المرادي، ضربه الراس يعني الدفاعيه والتسديده من صاحب القميص رقم 3، تعود من جديد السكند بول، مش معقول السكند بول والكره المرتده من الدفاع، ولكن بقى القرباك الوان فيرست تايم خرجت فوق العارضه يا دوبك ايه سنتيمترات، يا دوبك سنتيمترات، وكانت الكل الحقيقه ما بين ثلاث خشبات، ولكن بقى مرت وخرجت وطالت الى خارج الملعب والى ضربه المرمى لصالح جيرمان اكاديمي. يا ابني مستمر اثار متواصل لجيرمان اكاديمي في الشوط الثاني، هنشوف ونتابع ما ستمر اليه الدقائق القادمه من احداث هذه المباراه. كره مرمى في وسط الملعب، كرات بقى بتاع نص الملعب، واهميه منتصف الملعب هو اللي بيتعرض في كل حاجه نص الملعب، هو
هو رباط الميزان. لذلك بقى نتذكر حسني عبد ربه واحمد شوقي احمد حسن صقر الكره المصريه عندما كان منتخب مصر بقى متسيد الكره الافريقيه والعربيه، ولكن بقى فتره من الفترات الان تمر بقى الكره المصريه الحقيقه فتره قد تكون فتره قصيره ان شاء الله وتعود الامور الى الحضارة. مش معقول، برافو 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 احمد خالد، التسديده القويه، ولكن احمد خالد طار، احمد خالد طار طار، ده شكل وضع الطيران، وراح بقى طلعها من اقصى الزاويه اليمنى في اخطر كوره واخطر فرصه في الشوط الثاني وفي امتع كوره احنا شفناها، كوره استعراضيه وتصدي الحقيقه عالمي عالمي، اقل شيء يتقال على التصدي اللي فات بقى من الحارس احمد خالد بعد التسديده النموذج اللي كانت بقى من لاعبي ونجوم تشيرنوبل اكاديمي. لاعب كلاني هو اللي كان سدد الكره برضه. لاعب كلاني هو اللي كان اطلق الصاروخ في الكره اللي فاتت. سقوط هنا من جانب اللاعب مهوني، يكسب فاول على طول عند رضا، سلم على طول لمهوني مره ثانيه، ادي مهوني حتى المره دي جنب الشمال، ولكن بقى الابعاد من جانب كريم حسين مره ثانيه وصلت هناك عند بقى اللاعب مينا 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 مره ثانيه عند رضا، رضا في الجانب الايمن، مينا ورضا يزيد بقى اللي واخدين الجانب الايمن في الكره الماضيه، يعني انطلق رضا وحطها في الجانب الايمن باتجاه اللاعب مينا، ولكن بقى في الاخير مرت الى جانب ارضيه الملعب والى صفاره هنا من حكم اللقاء. خطا موجود لكن لسه لحد دلوقتي ايضا الضغط متواصل من جانب جيرمان اكاديمي، وحتى الان هو الاقرب في الفوز بفضل الهدف اللي كان سجل بقى في الشوط الاول اللي كان سجله اللاعب سيمو احمد سليش. التحام جنب الشمال، قوه البدنيه بقى والالتحامات الفرديه، عمر مجدي اللي كان في الكوره اللي فاتت، عمر مجدي اللي كان في الكوره اللي فاتت، ادي عمر يرجع ورا مدافعه بقى اللاعب كريم حسين، ولكن مقطوعه من كريم يصححها الدفاع، تروح مره ثانيه هناك عند اللاعب عمر مجدي، لكن تجاوزت خط التماس وعدت وفي صفاره وفي رايه مرفوعه وهناك ركله تماس وهناك ركله تماس. الحقيقه بقى بقول لحضراتكم هو لقاء الاشقاء، هو لقاء الاشقاء، لاعبين بقى الجنوب الاكاديمي الحقيقه اللي بيمثلوا فريق شرم الشيخ اللي احنا طبعا في ضيافتهم هنا في اوتيل كونكورد السلام، كل الشكر والتقدير للجنه المنظمه لهذا العرس الرياضي ولهذا الكرنفال الكروي، ايضا شكر موصول بقى للناحيه التامينيه، وايضا بقى شكر خاص لاداره اوتيل كونكورد السلام على حسن الاستضافه وعلى حسن التنظيم. استلام المباراه في وسط الملعب راحت بقى لجيرمان اكاديمي، وش القدم الخارجي وسط الملعب، الكرات بقى اللي بيحاول من خلالها جيرمان اكاديمي 2 اللي هو يعود للمباراه، كريم حسين عدى كريم عدى كريم على زمانر في الشمال، المباراه دي وصلت هناك عند بقى ياسين شاكر، لكن ما راحلهاش كريم، كريم الكره كانت افضل من ياسين. هو الراجل قال لك يعني شاكر على الفاضي، كورة واضحة جدا اللي هي سريعة وصعبة جدا ومستحيلة، ويعني كان بعيدة جدا عن اللاعب سليم في الكورة دي. ادي لمسة استلام على حدود منطقة الجزاء مرة المرة دي، ولكن الابعاد الابعاد الدفاعي وصل في وسط الملعب عند محمد وار، ممكن يبقى معاك راح جنب الشمال يلا الاكاديمي. ثلاث حاجات استيقظ
وركز واصحى اصحى وصحصح فوق جيري من الاكاديمي فوق 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 النهارده في هذه المباراه. قالوا بقى هذه كوره مره ثانيه احمد خالد احمد خالد الوان فينس تايم ولكم تسديده الكرباك اللي كانت بقى من اللاعب رقم 17 على ما اعتقد او على مستوى الرؤيه اللي كان سدد في الكوره اللي فاتت. اعتقد ضربه الركنيه من طرف الشمال علشان بقى يعني تلف داخل المرمى. هذه بقى نزول اعتقد الجهاز الطبي للاخبار على حاله اللاعب الذي سقط على ارض الملعب. مهم جدا سلامه اللاعبين والتي شددت عليها في اكثر من مناسبه والتي تحدثنا قلنا ان هي تقع ضمن اهم المهام لحكم اللقاء. ضمن اهم المهام التي تقع على عاتق حكم اللقاء. الحقيقه بقى النهارده التحكيم المميز من قبل الكابتن محمود خلف لهذه المباراه والاداره التحكيميه الناجحه رفقا بقى المساعدين كابتن عبد العاطي والمساعد الثاني كابتن فتحي الاداره التحكيميه لهذه المباراه. وادي كوره مره ثانيه مش معقول. احمد خالد شغال من اليمين مره ومن الشمال مره وجيرم الاكاديمي خطر خطر في كل مره يدق انذارات الخطر واجراس الخطر في كل مره الحقيقه على حدود منطقه الجزاء تسديدات من خارج منطقه الجزاء. يبدو ان هناك تعليمات لجيرم الاكاديمي بالتسديد من خارج منطقه الجزاء. والحقيقه بقى يعني يمتلكوا هذه الحلول وهذه الاسلحه الفتاكه. لو تفتكروا بقى سكولز لاعب مانشستر يونايتد ايضا بقى اللاعب بودوليسكي شويه يعني وايضا شويه اشتغلوا اللاعب والعديد من اللاعبين اللي كانوا بيمتازوا بهذه اللعبه على المستوى الاوروبي. بينما بقى هنا في الكره المصريه كان احمد حسن بيمتاز بهذه الكرات حسني عبد الرب وايضا حمد شوي على العصر الحالي بقى او في هذا التوقيت ياتي بقى اللاعب طارق حامد من النجوم المميزه ايضا اللاعبين النادي الاهلي محمد بدر قفشه وغيرهم من اللاعبين عمرو السوليه وكتيبه كثيره من اللاعبين بقى التي تقدم هذه الامور. هذه المباراه دي لمسه من جنب الشمال مرور حلو قوي من الجناره في الشمال. هذه الهجمه وعكس الهجوم والكاونتر اتاك الموجود لصالح جيرم الاكاديمي. تو اللون الاخضر اللون الاخضر اللي لسه حتى الان بيبحث عن الضوء الاخضر لاول اهداف المباراه ولهدف تقليص الفارق وتضييق الفارق في هذه المباراه. مره ثانيه جنب الشمال استلام وهجمه سريعه الجيرم الاكاديمي في الطرف الشمال الاولاد والاطراف والدائري اللي بيلجا ليه جيرم الاكاديمي بقى للبحث عن يعني البعد عن الزحمه ومكان الزحمه لان جول 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 زحمه يا دنيا زحمه زحمه يا دنيا زحمه وتسديده بقى بعيد عن الزحمه بعيد خالص عن الزحمه من خارج منطقه الجزاء. وزي ما قلنا كان واضح كان من الواضح من العيان ومن العنان ان التعليمات موجوده ومستمره في منطقه الجزاء. هدف القذائف وهدف الصواريخ وانفجرت الشباك بهدف ثالث بقى على جيرم الاكاديمي 2 في هذه المباراه في هذه المباراه. ولكن يفوز بلجوز هو لقاء الاشقاء هو لقاء الاخوه جيرم الاكاديمي وجيرم الاكاديمي 2 لقاء الاشقاء. لكن الوضع بره الملعب شيء وجوه الملعب حاجه ثانيه خالص حاجه ثانيه خالص. وهنا بقى يعني العقليه وهنا طبعا يعني الاستراتيجيه بتاعت كره القدم ونمط كره القدم واسلوب كره القدم. منافس او صديق الامس منافس اليوم بالرغم استلام راحت ناحيه الشمال ومحاوله اختراق الصفوف والتسديدات اللي شفتها بل المدافع بل المدافع. وشفنا النهارده مدفع السحور في مره ومدفع الافطار في مره والمدافع الخطر خطر في كل مره الحقيقه على مرمى احمد خالد الذي الحقيقه قدم مردود جيد جدا على مستوى حراسه المرمى في العديد والعديد من المواقف. واصدقائي في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه تاتي صفار حتى لو انت